اهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو ده ازاي تقدر تنقل الرسائل الواتساب من الاندرويد للايفون. الفيديو اللي فات قلنا ازاي تنقل الرسائل من اندرويد لاندرويد، دلوقتي من اندرويد لايفون. خلي بالك بقى في الشرح بتاعنا ده، وحاول انك ما تغلطش في اي حاجة، لان الغلطة هتقدر تمسح كل الرسائل خالص ومش هترجع تاني. يعني خلي بالك بالشرح معانا كده وامشي معانا واحدة واحدة. تعالوا بقى نشوف، نفتح التليفون بتاعنا الاندرويد. هتمسك تليفون الاندرويد ده الواتساب. طبعا احنا كنا عارفين ان كلنا ده الواتساب، لما تيجي تضغط عليه كده على طول بيفتح لك الرسائل بتاعتك من جوه. دي الرسائل كلها، بتضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول، بعد كده بتضغط على الاعدادات وبتنزل على حاجه اسمها هنا الدردشات او الدردشه، بعد كده بتضغط على النسخ الاحتياطي للدردشات. برضه لازم تعمل نسخة احتياطي، اضغط عليها ضغطة واحدة كده بس، المهم تكون رابط حساب الجيميل. خلي بالك احنا بنأمن نفسنا الأول، لأن الآيفون مفيش فيه جيميل خالص، في حاجة اسمها الآي كلاود. أكيد هترجع كده ورا خطوتين بس بعد ما ينتهي بس النسخ الاحتياطي، بحيث إنك تكون في أمان، علشان لما تيجي تنقل حاجة وفي حاجة أنت عملتها غلط تقدر ترجع الرسائل دي تاني. دلوقتي أنت بتخرج خالص بعد ما يجي ينتهي نظام اللي هو البيك أب، تمام؟ بتخرج خالص كده، بتروح على حاجة عندك اسمها إدارة الملفات، كل ده في جهاز الأندرويد. ضغطة واحدة كده وبتنزل تحت خالص على حاجة عندك اسمها هنا الواتساب. بتضغط على الواتساب بقى، بعد كده بتقول لك هنا البيك أبز والداتابيز والميديا. أنت بس الفولدر ده كله لو جيت تدخل على البيك أبز هتلاقي فيه حاجات هنا بصيغة CRYBT14. المهم ده في كل حاجه، في السكريبت بتاع الرسائل بتاع اصدقائك، في كمان لو جيت ترجع ورا كده خطوه هتروح عند الداتابيز في كل المعلومات اللي انت قدرت تسجل بيها على الواتساب. رجعت كده خطوه كمان هتلاقي فيه الميديا اللي هو فيه الريكوردات على الواتساب، كمان هتلاقي فيه الصور، هتلاقي فيه الفيديوهات الواتساب، هتلاقي فيه الستيكرز، هتلاقي فيه كل حاجه موجوده عندك. طيب دلوقتي المفروض عليك تعمل ايه؟ بترجع كده خطوتين وبتقوم انت محدد الفولدر ده بالذات، وبتبدا تبعته على جهاز الايفون. مش عارف تبعت على جهاز الايفون، تقدر تنزله على الكمبيوتر بعد كده بتبعته على جهاز الايفون. ممكن دلوقتي الشركة او بالتطبيق الشركة بيقدر يبعت من الاندرويد للايفون، تقدر تبعته مع بعض بس بتضيفه في نفس المكان هنا. يعني لما تيجي تخرج كده، يعني تيجي تخش مثلا على اعدادات الملفات كده او اداره الملفات عندك في تليفون الايفون، تضغط عليه ضغطه كده او التخزين عندك، بتضيف الواتساب او فولدر الواتساب بره، ما تضيفوش في اي مكان تاني. وبكده انا شرح انتهى، وان شاء الله الفيديو معاك ده الشرح ده هيكون فيه افاده ليك وهيشتغل معاك الطريقه، يعني دي عن تجربه يعني. ولو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في الكومنت هرد عليك ان شاء الله. ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. مع السلامه.